ما يطلق عليه مثلا بالشعوذة الإلكترونية، يعني الشعوذة الإلكترونية، يعني مثلا انه يا فلان ابن فلان، يعني انا المتحدث امامك وصلتني مثل هكذا رسالة، انا فلان اخيك فلان من الصومال، وانت متعرض الى سحر من اقرب الناس اليك وكذا وكذا وكذا، وبالتالي انه يمكنك ان تحادثني وان افك عنك هذا السحر، وانا مكلف بشكل رباني، وهذه التفاصيل، ويعطيك بعض التفاصيل التي تتعلق بعملك بكذا، حتى يوحي لك انه هو الهام رباني حتى يتعرف عليك. فبالتالي نشوف انه قد مثلا بعض الشخصيات انه قد تتعاطى وتتعامل مع هذا الاتجاه، وهذا ما قد يقعها ضحية في هذا الاتجاه.